أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب. هذه الليلة تسود أجواء باردة بشكل كبير، توقعات تشكل وتكرار تشكل الجليد والصقيع والانجماد في العديد من مناطق المملكة. درجة الحرارة ستنخفض بشكل كبير خلال هذه الليلة، درجة الحرارة المقاسة ستكون أقل مما سجلته الليلة الماضية، وبالتالي يرجى الانتباه والحذر خاصة خلال ساعات الصباح الباكر من يوم غد من الانجماد والجليد على الطرقات. توقعات الجوية لهذه الليلة في عمان درجة واحدة فقط متوقعة الملموسة، 3 درجات مئوية تحت الصفر، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ننتقل الآن لنستعرض وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد الجمعة. طقس مستقر لكن بارد، إربد 11 إلى 4، عجلون 9 إلى 4، جرش 10 إلى 4 والمفرق 9 إلى درجتين. بالنسبة للمنطقة الوسطى الزرقاء 10 إلى 2، البلقاء 9 إلى 4، عمان 8 إلى 2، مأدبة 9 إلى 2 والبحر الميت 20 إلى 9 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الكرك 9 إلى درجة، الطفيلة 9 إلى 4، الشبك 7 إلى 2، معان 9 إلى درجة واحدة تحت الصفر، والعقبة طقس صافي 22 إلى 13 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية الأزرق 11 إلى 1، الصفاوي 11 إلى ناقص 2، ورويشد 10 إلى درجة واحدة تحت الصفر. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.